علاج الحب بسيط فضل الله تعالى، من ايسر من علاج الزكام، علما انه اخطر خطر تاثير على النفس، لكن علاجه ولله الحمد من ايسر العلاجات اذا بغى الانسان العلاج. لكن مشكله يقول الواحد قال يا شيخ احب فلان، شفنا والله كاتب يده على كاتب اسمه على يدي نصر وشك، طيب ايش رايك ادعي الله تعالى يشفيك يطلع من قلبك؟ قال لا ادع الله بالله وبحبه. تكفى. ابشركم الان على العربيه صار الحاج مو خرف وبعربيه، الان يمشي بعربيه من هنا وتحت غير شغال، يقسم بالله العظيم من حياتي الان الان داعي لله تعالى بشكل. والله ما احد ما قال لك اقطاب كثير كلمني كثير يقول والله يا ابو عمر لو يقولوا لي جتني مقابله في احد القنوات قالوا ايش رايك اين احسن حالك الان او حالك قبل؟ قال انا انداعي. قلت لا والله العظيم اذا كانت حالتي اللي سابقه ارجع اليها بحال حدا فيها، لا والله ابي حالتي الان اللي انا فيها مع الله سبحانه وتعالى.